إحدى المخالفات المرورية اللي دائماً ما تكون سبب من أسباب الزخم المروري، ودائماً ما أتكلم عنها هذه المخالفة هي مخالفة إنه الشخص ممكن يتوقف لغرض إصعاد راكب أو إنزال، لكن هاي بحد ذاتها مخالفة، بالإضافة إلى أنه مسار أيمن من الشارع، وغلق المسار الأيمن من الشارع من المخالفات اللي دائماً ما نتكلم عنها. اليوم كلام راح أوجهه لسائقي المركبات، وهذا السؤال دائماً ما أتكلم عنه ونتهم نقول هو على باب الله ورزقه، تمام، هو على عيني وعلى راسي على باب الله ورزقه، لكن هذا مو معناته إلى الحق بالمخالفة. السلام عليكم، شلونك أخوي؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله. مخالف لو لا؟ أني؟ أي؟ لا ما مخالف. لا. أنا حابة ثقتك. تعرف أنت ساد المسار الأيمن من الشارع؟ عبرية ويا النازل. ها. على دبل إشارة طبقت. شاعر دبل إشارة طبقت. يعني هسه هذا مبرر. رجعت ال. أي. الإشارة. وياك بس إلك حق سيدي إذا ممكن. أحد ساقي المركبات، ونعرف مركبات النقل العام إحنا واجبنا تسهيل حركة السير والمرور وتسهيل أمرهم لأنهم على باب الله، لكن شنو مخالفته للأخ؟ الوقت الحاضر؟ نعم. قاطع المسار الأيمن. رحم الله المسار والدك. الأيمن لازم يبقى مفتوح. نعم. وياك سيدي، بس لكن كانت الإشارة مفتوحة. إي. وأنا عبرية وياي نزلتهم. تمام. إي، فأنا كل اللي يعني كنا بإمكاني إنه الإشارة مفتوحة أكمل. أريد واحد من المصورين يصور إنه هل بالإمكان أخونا اللي دا يقول كان السايد مفتوح وتمشي السيارة ووقف مباشرة، افترنا بالكاميرا، بالإمكان تتوجه من هذا الاتجاه وتفتح المسار على غيرك. انت باشر. والركاب على راسنا مباشر على المسار الايمن، حتى اللي عنده حاله المسار. مرضيه، اللي عنده شغله معينه يبقى مفتوح المسار الايمن، فباشر توكل على الله. السلام عليكم، شلونك اخوي؟ ان شاء الله بخير. احنا شفنا غلق مسار ايمن من الشارع، أريد تعليقك لسائق المركبة اللي أمامك. والله هذا تبقى هو الضمير، يعني هاي ما يصير شغلتها، لازم هذا يبقى مفتوح هذا الجانب. عاش تيدك، ولازم أكو تعاون نعم وإحساس بالمسؤولية. لأن الشرطة والله والله أنا أشرب حقهم، والله المفروض حتى نطيب خطورة على المكان هذا اللي حار لي أسعناته بريده ومدخل. فالله يساعدكم. ربي يحفظكم. والله يخليكم ظهرنا ربي يحفظكم. الله يخليكم. توكل على الله. شكرا جزيلا.